بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم مع قناتكم مصادر الأخبار. النهاردة هنعيش مع موضوع بيهتم به القليل من الناس، وهو موضوع بيع العملات القديمة. إزاي هنعرف النهاردة أن نبيع العملات القديمة وأحسن المواقع للبيع، وإيه هي العملات القديمة وإزاي تبدأ تجارة وهي تجارة مربحة جدا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أيضا لها مواقع، لها جروبات، لها قوانين، ولابد أن يكون عندك خبرة. هناخد فكرة بسيطة وهنتعرف على الموقع اللي ممكن تبيع وتشتري منه من أي دولة أيا كانت، سواء كنت في مصر، السعودية، الكويت، الجزائر، أيا كنت. فهنتعرف على كل ده. تابع الفيديو حتى النهاية، ما تنساش تعمل لنا لايك شير، وأول مرة لو تشاهدنا يسعدنا اشتراكك في قناتنا وتفعيل زر التنبيهات، ويصلك كل ما نقدمه على هذه القناة من فيديوهات. نبدأ موضوعنا النهاردة بفكرة كده عن العملات الرقمية. الأول آسف، العملات القديمة. تجارة العملات المعدنية القديمة هي من أنواع التجارة القانونية، بتوجد في شمال أفريقيا زي الجزائر والمغرب، تونس، موريتانيا، السودان، ليبيا، مصر. أيضا بتوجد في دول الشرق الأوسط زي لبنان وسوريا وفلسطين، يعني معظم الدول العربية والسعودية والخليجية. جميع هذه الدول غنية بالعملات المعدنية القديمة، وبتجد الكثير من هذه العملات موجودة لدى عائلات وتركها طبعا الأجداد. هناك أيضا من يرغب في شراء هذه العملات من المتخصصين في بيعها مقابل كسب المال. هي تجارة مربحة، لها أسواق في كل الدول، ومنها مثلا على سبيل المثال مصر مثلا. ولكن كيف تتعرف على قيمة العملة القديمة قبل بيعها أو شراء؟ وده شيء بيحتاج الكثير من الخبرة. أولا يجب عليك البدء في البحث عن طريقة لبيع العملات التي في حوزتك. لو انت عندك عملات، يبقى الاول تدور على مكان تبيع فيه هذه العملة. النقطة التانية، ازاي تعرف قيمة هذه العملة، ازاي تحدد قيمة هذه العملة علشان لما تبيعها محدش يضحك عليك او يشتريها باقل من سعرها. فيجب ان تكون على دراية عن الشيء الذي تحاول بيعه حتى لا تقع فريسة للمحتالين، وبيتم النصب عليك بشراء العملة بسعر أرخص من سعرها، أو تقوم بشراء العملة بسعر عالي لو أنت حبيت تشتري. لذلك يجب عليك أخذ خطوة بيع أو شراء قبل أن تأخذ أي خطوة في البيع أو الشراء، أن تكون ملم ببعض الأمور عن العملات. أولا منها معرفة العملة المعدنية التي تريد أنت عايز تشتريها أو تبيعها. أول خطوة في مجال البيع وشراء العملة القديمة هي معرفة ما هي العملة القديمة التي ترغب في بيعها أو شراء، حيث أن الجهل سوف يسبب لك الخسارة. فيجب عليك معرفة ما هي العملة التي ترغب في شرائها وتعتقد زيادة قيمتها في المستقبل، أو ما هي العملة التي ترغب في بيعها وما هي قيمتها. أي عملة تحتوي على تاريخ إصدار وشعار معين، سنة الإصدار، صك العملة، تكون العملة المعدنية ذهبية أو فضية، وقد تكون قد تم صنعها من مادة أخرى. فيجب عليك أن تهتم بمعرفة كل التفاصيل. فيجب عليك أنك تعرف تاريخ إصدار العملة دي إيه، الشعار، الصورة يعني على العملة إيه، أيضا مصنوعة من مادة إيه، الذهب، فضة، أو من معدن تاني، أو من مادة تاني. معرفة تاريخ الإصدار يساعدك على معرفة ما إن كانت العملة قديمة أم لا، وكم المدة التي مضى على إصدار. أيضا معرفة نوع العملة هام. العملة الفضية سعرها بيكون أقل من العملة الذهبية، والعملة الذهبية سعرها أغلى، وهكذا. يمكن أن تحتوي العملة القطع الورقية النقدية معلومات أخرى زي بلد الإصدار، فبتتعرف على مواطن العملة، هي عملة قديمة في دولتك أم عملة قديمة في دولة أخرى. أيضا ده بيساعدك على معرفة موطن العملة لما بتقوم في البحث على جوجل عن أي عملة. يجب عليك أيضا أن تعرف أنه كلما كانت العملة قديمة كلما زاد قيمتها، ولكن هذا لا يعد هو العامل الوحيد
الذي له تأثير على سعر العملة. كيف تربح من تجارة العملة؟ أولا، جودة العملة المعدنية تعتبر الجودة من العوامل التي تؤثر على قيمة العملة. العملات القديمة المشوهة أو المتسخة بتقل قيمتها عن تلك العملات ذات الجودة العالية، فنجد أن شخصين يملكون نفس العملة ولكن واحد بيبيعها بسعر أعلى من التاني، لأن واحد عنده العملة جودتها عالية نظيفة والتانية جودتها أقل. أيضا، استخدام أدلة أسعار العملات. يمكنك من خلال البحث عن أدلة أسعار العملات القديمة أن تجد العديد من الأدلة التي تقوم بعرض العديد من العملات والتي يمكنك عن طريقها معرفة سعر العملة الحقيقي. في مواقع كتيرة بيضم عملات معدنية وإسلامية وأجنبية زي موقع اسمه كوين كويست، ولكن الموقع اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة هو السوق المفتوح، ازاي تشتري وتبيع في هذا السوق. ده الموقع، وهسيب لك طبعا اللينك اسفل. الموقع ده بيفتح، لما تفتحه في مكانك بيجيب لك الدولة اللي انت فيها، ولكن لو فتح في دولة ما هوش انت فيها وعايز تجيب دولة تانية، فلاحظ هنا بادئ اي جي رمز دولة مصر، وبعدين اوبن سوق دوت كوم، وبعدين سلاش وار اي، يعني مفتوح باللغة العربية. هنا لو انت عايز تغير اللغة، ادي اللغة، هنا هو موجود باللغة الانجليزية وباللغة العربية. يبقى دي اول نقطة. تاني نقطة، لو انت عايز تغير هنا بتعرف طبعا الموقع بتعمل فيه اشتراك، بتسجل فيه اشتراك، ادى تسجيل الدخول هنا. طبعا ما عندكش تسجيل بتعمل تسجيل عادي، لو انت مش مشترك بتعمل تسجيل عادي جدا زي اي موقع بتعمل. هتروح هنا كده هتلاقي فيه، هنا طبعا هو في شامل حاجات كتيرة جدا، ولكن اللي يهمك هنا التحف والعملات، التحف والعملات، او شوف انت هوايتك ايه في البيع والشراء. ده اسمه السوق المفتوح، وده اول شيء او اول موقع عربي بيهتم بهذه الاشياء. زي ما انت شايف هنا في عملات اهي من كل الدول، فالسوق ده بتبيع فيه كل ما يخطر ببالك. طبعا هو فاتح على مصر، فانت عايز تغير مثلا دولة السعودية. دولة السعودية او اي دولة لها اختصار للدولة، اختصار للدولة. فدولة السعودية مثلا اس ايه، فهتغير ده الكلام ده كده الاي جي دي هنخليها اس اي. لاحظ هنا ان هو لما تضغط على اس اي هيتغير لك لدولة السعودية، هيتغير لك لدولة السعودية. فهنا اتغيرت من مصر الى السعودية، هذا موقع هنا تغير من مصر الى دولة السعودية، وبتفتح وبتعمل اشتراك وبتعرض سلعتك عليه او العملة بتاعتك عليه من واقع اضافة اعلان. اضافة اعلان، ما بتضغط عليها بيقول لك تعالى سجل تسجيل دخول. انت طبعا هنا جايب لك السعودية لان احنا فتحنا الموقع على السعودية، يقول لك رقم الموبايل بتاعك، وبعدين بتقول له التالي وتسجل. طبعا ما انتش مسجل، بتستخدم او بتفتح حساب جديد. يبقى ده اول موقع عرفناه، او الموقع ده عرفناه وازاي تغيره. هنا لو انت من الجزائر او المغرب بتحط رمز اختصار الدولة بتاعتك. طب مانيش عارف اختصار الدولة، هسيب لك موقع تاني، الموقع ده او اختصار الدول باللغة الانجليزية والعربية، موقع عادي جدا موجود على جوجل، بيجيب لك هنا ادا الدولة، كل دولة كده، ادا تركيا مثلا الاسم والاختصار، المتحدة امريكا، مصر اي ار اي كويس، السودان، السعودية اس اي،
شوف هنا قطر، كيو اي، سوريا، اس واي، العراق، اي كيو، فلسطين، بي اس، الاردن، جا او. كويس، اختصار اي دولة تلاقي هنا تغير معاك هنا الموقع، هتشيل الاس اي دي وتحط اس اي دي وتحط رمز الدولة، هيفتح لك الموقع على الدولة بتاعتك وتعمل اشتراك في الموقع وتبيع وتشتري زي ما انت، او تعرض بضاعتك هنا ده بالعرض. وطبعا عن طريق التواصل بالتليفون او العرض بتبدأ في دولتك تبيع وتشتري من الراجل اللي عايز يشتري منك العملة، او اللي انت عايز تبيع تشتري منه او تبيع له العملة. الموقع الثالث بقى اللي بيساعدك كمان في، او التاني في تجارة العملة، اللي هو الموقع كوين كوست، وده موقع طبعا عالمي في عملات من كل انحاء العالم تعرف تتعرف عليه، ولكن طبعا الموقع باللغة الانجليزية. طبعا ده للمتخصصين في اللغة الانجليزية او اللي عندهم فكرة عن اللغة الانجليزية. هتشوف هنا مثلا عملات من دي عملة من الدنمارك، دي عملة من الصين شاينا، دي عملة من ألبانيا. دي موقع بيضم عملات كثيرة جدا، ويقول لك هنا فايند كوين، لو انت عايز تبحث عن عملة ده طبعا محرك بحث عن عملة، وطبعا معقد جدا. اللي عنده بقى فكرة ياريت تكتب لنا في التعليقات ازاي تعرف تبحث عن عملة في هذا الباحث عن العملات. طبعا ده اللي عنده خبرة في الكلام ده طبعا عارف الموقع ده، لانه من المواقع المشهورة عالميا، ده من المواقع المشهورة عالميا. وهنا بقول لك بقى انت عايز تبحث عن عملة في انهي دولة، ده جايب لك كمان بالدولة، بيبحث في الدولة، بيبحث بالدولة، يقول لك انت عايز تبحث عن عملة ايه وتاريخها ايه. ده طبعا موال تاني انا ما عنديش فكرة عنه، لكن بعرفك الموقع علشان اللي عنده فكرة طبعا بيدخل يشوف الموقع. ياريت كده انا اكون وصلت لك فكرة او معلومة ازاي تبيع لو عندك عملة قديمة، او ازاي تتاجر تشتري تبيع. دول الموقعين المهمين سواء باللغة الانجليزية او باللغة العربية. ده طبعا الموقع اللي قدامنا ده للمحترفين اكيد، اما الموقع الاخر اللي هو السوق المفتوح ده طبعا موقع عادي جدا كل الناس ممكن تعرض العملة اللي معاها وممكن ايضا تشتري منه. في النهاية طبعا بتمنى ان اكون وصلت لك معلومة بسيطة عن كيفية بيع العملات القديمة وكيفية شرائها، وطبعا لابد انك تقرأ وتتعلم اكتر واكتر حتى تصل الى ما تريد وتبقى خبير. وبنصحك بالقراءة دائما في اي مجال تحب تدخل فيه. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق والنجاح، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.